طيب في الصراع على الجماهيرية مين أكثر شعبية؟ كابتن أحمد شوبير ولا كابتن مدحت شلبي؟ طبعاً السؤال ده ما ينفعش أنا أجاوب عليه، جمهوره اللي يجاوب، لكن اللي أقدر أقوله في المنطقة دي إن إحنا أنا والكابتن شوبير ضرب واحد. بمعنى يمكن أنا بدأت قبليه بشوية في الأسبوع الرياضي والكلام ده كله في التلفزيون المصري، هو كان واخد مساحة أكبر لما بدأ في دريم وأنا كنت بروح له كضيف كمحلل في دريم وبعدين اشتغلنا احنا الاثنين وتقدمنا احنا الاثنين، وأتصور بفضل الله يعني الناس بتعتبرنا يعني في المنطقة دي من الأوائل يعني في المنطقة دي. هو له أسلوبه وطريقته وله كل الاحترام طبعا، وأنا ليه أسلوبي وطريقتي، وإذا كانت الناس بتحترم هذا دي حاجة جميلة جدا. لكن دايما الخلاف مع حضرتك بيروح لمنطقة فيها تراشق، منطقة عنيفة، منطقة صوتها عالي كلنا بنسمعها، الجمهور كله بيسمعها عادة، ومش بقول كده يعني دبلوماسية، أنا ببقى رد فعل عادة. وأحيانا وأنا قلت له الكلام ده، كنت تقصدي كابتن شوبير تحديدا، قلت له إحنا أحيانا بيبقى شوية فلفل وشطة كده عند الناس، يعني الناس يحبوا دايما يشوفوا بعض الحاجات مش مفتعلة بس محطوطة في مكانها بشكل قوي شوي، ودي بتبقى زي ما تقولي بهارات الإعلام أحيانا يعني. لكن أنا كمدحت والله في حياتي كلها عمري ما ببقى الفعل، ببقى رد الفعل، أنا ما سيبش حقي. ودي طبيعتي، ما سيبش حقي أبدا أبدا، مدام يعني روحتي في حتة تمسني لا لازم أروح لك، بس مدام روحت لك وانت روحتي لي خلاص انتهينا، الموضوع انتهى يعني، وهو حبيبي وصديقي وعشرة عمره. حضرتك ما بتسيبش حقك صحيح زي ما قلت صحيح.